ريسايكل ريسايكل كل سؤال ريسايكل كل كلمه ريسايكل مهمه في اي صوره من الصور نفس الشوت مهمه في نفس الشكل يعني ما تعديش على ريسايكل كده زي اي حاجه شفت كريبس الكريبس كان كل فيها كل كلمه فيها مهمه برضه ريسايكل كل كلمه فيها مهمه خلاص هي دي اخر سايكل كاربوهيدرات فيها كريبس وهنا في البروتين في اليوريا المذكرة اللي معاك فيه كلها اخر السنه لو جيت اتزنقت ومش عارف اذاكر ايه ذاكر اليوريا سايكل كل كلمه في اليوريا مهمه بقيت المذكره ولا كانك شفتها النص الاولاني البروتين هي اليوريا سايكل السؤال ده قلت لكم قبل كده السؤال ده في الماجستير في الشورت نوت في الام سي كيو وفي الشفوي تخيل لما تسيب الشفوي والماجستير في اليوريا سايكل انت هتعمل فيه كلها وانت لسه في سنه اولى او سنه ثانيه خلاص اليوريا سايكل هل كده نفتكر تاني مش عارف كلام الرجاله بسرعه قوي بسرعه ازاي؟ بسرعه قوي كده بسرعه هل كده نبدا اليوريا سايكل تاني؟ بدأنا المسلسل اللي فاتت مين؟ مين اتش 3 وسي 2 اتحدوا مع بعض اتحدوا مع بعض عن طريق نسيم اسمه كربامويل فوسفيت سنتيتيز 1 كان بيحتاج مانجانيز وكان بيحتاج مغنيسيوم وكنت بحط على السهم كمان حاجه اسمها ام اسيتايل جلوتامين كان بيدخل كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي وبيخرج لي 2 اي تي بي بس كان فوسفيتا فوسفيتا واحده قلنا فوسفيتا من 2 او واحده من 2 اي تي بي كسرت عشان الطاقه والثاني كسرت وخدت منه الفوسفيت وكونت ماده اسمها كربامويل فوسفيت ركز بقى عشان اليوريا سايكل اللي هقولها دلوقتي هطلع منها خمس امراض اللي هم فاضيين في اليوريا سايكل كونت ماده اسمها الكربامويل فوسفين الكربامويل فوسفين كانوا ماده اسمها كانوا ماده اسمها اورنيسين دخل الاورنيسين على الكربامويل فوسفين فخرجت فوسفين وكونت ماده اسمها سيترولين قبل ما اكمل كلامي واقول اي حاجه لازم اقول له ان السيترولين بيخرج من الميتوكوندريا على السيتوبلازم لان الخطوتين دول حصلوا فين؟ حصلوا في الميتوكوندريا كان اسمه ايه؟ اورنيثين ترانس كاربوميليز وكونت ماده اسمها السيترولين الخطوه اللي بعديها على طول بيجي السيترولين بيدخل له ماده اسمها اسبارتيك اسيد ويخرج ميه H2O عن طريق انزيم اسمه راسك الكلب احنا معانا الساعه كام شويه دي مره بس الساعه كام دي نص ساعه عدت في الحصه دي مره ابدا متاخر ازاي مش معانا كتير متاخر ارجينينو ساكسينيت سينتيتيز انزايم وقلنا الانزيم ده بيدخل له اي تي بي ويخرج ام بي زائد 5 فوسفيت وكون ماده اسمها الارجينينو ساكسينيت بعد ما كونت الارجينينو ساكسينيت فكسره الانزيم اسمه الارجينينو ساكسينيز انزايم وكون ماده اسمها الارجينين وايه اللي بيخرج؟ فيوماريت باخد الارجينين اكسره الارجينيز انزايم فيديني مادتين اليوريا اللي انا كنت عايزها وارجع تاني الاورنيسين يكمل السايكل تاني وعشان كده سميتها اليوريا سايكل الكلمه اللي بعد كده النهارده بقى بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في حاجه اسمها اليو سي دي يعني ايه يو سي دي؟ يعني يوريا سايكل ديزيز ايه الامراض اللي تحصل لو حصل مشكله في اليوريا سايكل؟ انا هسال سؤال تاني الاول قبل ما اكمل اي حاجه هو اليوريا سايكل كانت ايه وظيفتها؟ كنت دكتور باخد حاجه اسمها الامونيا واطلع حاجه اسمها اليوريا اشمعنى؟ عشان اليوريا تنزل في اليوريا انما دي ما بتنزلش في اليوريا دي ما بتمشيش في الدم فهنا بيقول لو حصل اي مشكله في اليوريا سايكل لو اي انزيم من دول باظ ايه اللي يحصل؟ هل اللي يحصل ان الامونيا دي هتزيد في الدم فيحصل لي مرض اسمه هايبر امونيميا يعني ايه هايبر امونيميا؟ يعني زياده الامونيا في الدم انا عندي خمس امراض اسمهم الهايبر امونيميا خمس امراض اسمهم الهايبر امونيميا الخمس امراض دول ايه بصيت على اليوريا سايكل هتلاقي ان هو بص 1 2 3 4 5 خطوات الخمس خطوات دول بخمس انزيمات الخمس امراض هم عباره عن الخمس انزيمات لما يبوظوا يعني
تايب 1 هو ديفكتيف او انزيم، تايب 2 ديفكتيف ثاني انزيم، وبالترتيب تايب 3 هو ثالث انزيم، تايب 4 رابع، تايب 5 خامس انزيم. فانا المطلوب مني اعمل ايه؟ انا مذاكر اليوريا سايكل بانزيمات، وطبعا اليوريا سايكل لازم اذاكرها بالترتيب طبعا. بعد كده الانواع، هم خمس انواع، كل مره بتكلم في الكوز اللي هو الانزيم اللي باظ اسمه ايه، وتاني حاجه بتكلم في كلينيكال بيتش، الانزيم اللي باظ خلاص ما عادش فيه مشكله، انا هكتب الانزيمات دي بترتيبهم 1 2 3 4 5 طلعت الكوز فين. كلينيكال بيكتشر اسمعنا كده، كلينيكال بيكتشر يا جماعه، قال لي كلينيكال بيكتشر ثابته فيهم كلهم، في ثلاث جمل. بصوا الكيمه دي بتقول رقم واحد، لما اليوريا سايكل باظت ايه اللي هيزيد في الدم؟ الامونيوم، هم كلهم اسمهم هايبر امونيميا. رقم اثنين، لما الامونيا تزيد بتعمل لي حاجه اسمها الامونيا انتوكسيكيشن. يعني ايه انتوكسيكيشن؟ تسمم بسبب الامونيا. الكلمه الثالثه بيحصل حاجه اسمها ليثارجي. يعني ايه كلمه ليثارجي؟ ليثارجي يعني خمول، ليثارجي يعني كسل، ليثارجي يعني مش عارف اعمل اكتيفيتي. ليه مش عارف اعمل اكتيفيتي؟ ما عنديش طاقه. ليه ما عنديش طاقه؟ هنعرف دلوقتي. الثلاث جمل دول ثابتين في كل الامراض. زائد بص الجملة رقم 4 اسمها ايه؟ بيقول لي زائد الجملة رقم 4 اسمها اسم المرض. يعني ايه اسم المرض؟ يعني ايه اسم المرض؟ هنشوف دلوقتي. طيب قبل ما امسح اليوريا سايكل، قبل ما امسح اليوريا سايكل بصوا لي كده، تايب 1 هايبر امونيميا، تايب 1 هايبر امونيميا ده، تايب 2 هايبر امونيميا اهو، تايب 3 يو اس هو فين تايب 3؟ ديفكت في الانزيم ده ولا في الانزيم ده؟ في الانزيم ده اللي هو اسمه الارجينينو ساكسينين سنتيتيك. طب ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحول ماده اسمها السيرتولين لماده اسمها الارجينينو ساكسينين. دلوقتي الانزيم ده مش شغال، ايه اللي هيزيد في الدم؟ دي ولا دي؟ اكيد السيرتولين. عشان كده يا جماعه المرض الثالث اسمع كده اسمه ايه؟ اسمه سيترولينيميا. سيترولينيميا يعني ايه سيترولينيميا؟ يعني زادت السيترولين في الدم. دي يا جماعه اللي اقصد بيه كلمه اسم المرض. يعني بص قبل ما نتكلم في اي حاجه اهو، في مرض اسمه سيترولينيميا. المشكله في السيترولينيميا فين؟ فين الكوز؟ انا عارف ان في ماده اسمها السيترولين بيتحول لماده اسمها ارجينو ساكسينين. اسم الانزيم ارجينينو ساكسينين سنتيتيز، يبقى رقم واحد ديفكت فين؟ في الانزيم ده. رقم اثنين اعراض المرض ايه؟ عندي ثلاث جمل ثابتين، زياده الامونيا، انتوكسيكيشن، ليفرجي. والجمله الرابعه اسم المرض، والمرض اسمه ايه؟ اسمه سيترولينيميا. يعني ايه سيترولينيميا؟ يعني زياده السيترولين في الدم. كده 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 بيكشر خالص. بص المرض الاخير مثلا، المرض الاخير عندي ديفكت في الانزيم ده اللي اسمه الارجينيز او اسمه الارجينيز، ده مش موجود، ده مين اللي هيزيد في الدم؟ الارجينين. ايه اعراضه؟ رقم واحد ده، رقم اثنين انتوكسيكيشن، ثلاثه ليثارجي، اربعه اسم المرض هو اسمه ايه؟ ارجينينيميا. يعني ارجينينيميا زياده الارجينين في الدم. بس من غير ما نحفظ حاجه، انا حفظت النيورا سايكل خلاص الموضوع خلص. نمسح بقى كده ونكتب اسماء الامراض واحد واحد. رقم واحد، رقم واحد في الامراض اسمه تايب 1 هايبر امونيم. ايه الكوز؟ ايه الكوز بتاع تايب 1؟ قال لي الكوز بتاع تايب 1 هو اول انزيم لما بيموت. هو ايه اول انزيم؟ تكتبه تاني كده يا جماعه، اللي مش عايز الحصه يقول مش، اللي مش عايز الحصه يقول يمشي. انت مش في محاضره، مش في ياخد، مش عايز يمشي روح. ايه المشكله؟ ان اتش 3 زائد سي او 2 عن طريق انزيم اسمه كربامويل فوسفيت. الكربامويل فاتح اسمها كربامويل فوسفيت، طبعا سنتيتيز وسنتيتيز 1، وكنت محتاج على السهل ماده اسمها ايه؟ ان اسيتايل جلوتامين. ليه بقى انا بكتب الكلمه دي؟ بص كده الديفكت فين؟ قال الديفكت رقم واحد في انزيم اسمه الكربامويل فوسفيت سنتيتيز 1. طب رقم اثنين يبقى مين يا جماعه؟ رقم اثنين قال لي في انزيم اسمه ان اسيتايل جلوتاميت سنتيز انزيم، اللي كان بياخد ماده اسمها الجلوتاميك اسيد وماده اسمها الاسيتايل كو اي، يتحدوا مع بعض ويديني الماده دي. هي الماده دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتشغل الانزيم ده، دي اللي بتعمل له اكتيفيشن. فاكرين يا جماعه تايب 1 هايبر جلوتينيا؟ لما كنا بنقول هايبر كايرو مايكرونيميا يعني ايه؟ يعني لما الكايرو مايكرون يزيد، يزيد ليه؟
يا اما الانزيم اللي كان بيكسره اللي اسمه لايب بروتين لايبيز مش شغال، يا اما الحاجه اللي بتاكتفه اللي كان اسمها ار سي 2 مش شغال. هنا نفس الكلام، يا اما الانزيم نفسه مش شغال يا اما ده مش شغال. كلينيكال بيكشر، بص كده كلينيكال بيكشر. لو انت عندي كام جمله ثابته؟ ثلاثه. الاولى زياده الـ NH3، الثانيه بيحصل حاجه اسمها الامونيا انتوكسيكيشن، والثالثه ليترش. في حاجه زياده هنا؟ في كلمه رابعه اسمها منتال ريتارديشن، بس ما تهمنيش كتير. ليه يا دكتور؟ هو منتال ريتارديشن يا جماعه هو التخلف العقلي. يجي واحد كبير راجل قضت بعد ما كبر وخلاص حصل ماتيوريشن للبرين وبعد كده حصل له المشكله دي، ممكن يجي له منتال ريتارديشن؟ هو ده بالنسبه لطفل صغير، فانت عايز تكتبها كده، مش عايز تكتبها اهو زي السكيه بتاعتنا خالص. يبقى هنا الفوز حاجتين، وبعد كده كلينيكال بيكشر نفس السكيما اللي هناك. رقم اثنين تايب 2. تايب 2 هايبر امونيميا، اسمه ايه؟ قال لي اسمه تايب 2 هايبر امونيميا. طب دكتور الفكت فين؟ تايب 2 هايبر امونيميا. قال لي هو الانزيم او المركب بتاعك كان اسمه ايه؟ قال لي بص يا دكتور ببدا بماده اسمها الكربامويل فوسفيت، كان بيدخله مين؟ اورنيسين ويخرج فوسفيت، وكان حاجه اسمها سيترولين. الانزيم كان اسمه الاورنيسين ترانس كربامايلز. اسمعني بقى كده، قال لي ديفكت في انزيم اسمه اورنيسين ترانس كربامايلز، ده اللي بيبوظ، ده الكوز. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ كلينيكال بيكتشر رقم واحد زياده الامونيا، رقم اثنين انتوكسيكيشن، رقم ثلاثه ليترش. في المرض ده يا جماعه، في المرض ده على فكره قبل ما اقول اي حاجه، الاورنيثين ده المرض ده هو الموست كومن، الموست كومن ديزيز في اليوريا سايكل ديزيز، ده الموست كومن، ده اشهر واحد بيحصل. لو كتبت الثلاث كلمات دول وسكت ولا كانك كنت حاجه، مش هتاخد نص درجه اصلا بتاعت السؤال، هتاخد النص بتاعت الكوز، لكن مش هتاخد حاجه من دول. اشمعنى؟ لان رقم اربعه ورقم خمسه هو اللي انا عايزهم هنا. ودول مش تبع السكيم. ليه بقى؟ بيقول لي بص بقى رقم اربعه ورقم خمسه بيقول لي ايه؟ بيقول رقم اربعه بيحصل حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباثي. يعني ايه يا دكتور هيباتيك انكيفالوباثي؟ يعني ايه كلمه انكفالو؟ انكفالو جاي عن معناها اصلا كلمه برين، لما اجي اوصف البرين بقول عليه انكفالو. انكفالو كلمه بس يعني ايه؟ يعني باثولوجي، في مشكله في البرين. البرين وقف من الاخر يعني. البرين وقف، وقف يعني ايه؟ ما فيش طاقه في البرين، ما فيش اشارات عصبيه في البرين، برين وقف. وقف يعني كوما. هيباتيك انكفالوباثي يعني البرين وقف والسبب بتاع ايه؟ هيباتيك. يعني ايه هيباتيك؟ يعني ليفل. لما اروح اقول لكم الوقتين دول، فقال لي المشكله حصل مشكله في البرين سببها الليفل، فسميتها هيباتيك انكفالوباثي. هي دي اهم كلمه. حد يقول لي ليه حصل هيباتيك انكفالوباثي؟ عشان لما الليفر باظ ما عادش شغل يوريا سايكل، فالامونيا ما تحولتش اليوريا، فزادت الامونيا في الدم، عدت البلاد برين بارير، بوظت البرين. خلاص. الجمله الثانيه بقى، الجمله الثالثه والاخيره بتقول بيزيد اسيد اسمه الاوريتيك اسيد في الدم. ده مش في الدم، ده بيزيد في الدم، ولما يزيد في الدم بينزل في اليورين، مش بس كده ده بيزيد في السي اس اف كمان. طب يعني ايه اوريتيك اسيد الاول؟ خدها واحده واحده. يعني ايه اوريتيك اسيد؟ قال لي اوريتيك اسيد ده عباره عن اسيد. اسيد معين بيجي منين طيب؟ ايه شكله؟ ده مركب يا جماعه ايثيلو سايكليك. يعني ايه ايثيلو سايكليك؟ في حلقه من حلقه البنزين، مش مشكله شكله ايه؟ هناخده قدام شويه. بس الاوروتيك سايكل ده او الاوروتيك اسيد ده بيجي منين؟ قال لي بص كده على المعادله تاني، هو ايه اللي باظ؟ اللي باظ الانزيم ده. ايه اللي هيزيد في الدم؟ اللي هيزيد في الدم الماده دي. اهي الماده دي لما بتزيد بتديني حاجه اسمها الاوروتيك اسيد باختصار شديد. خلاص؟ يعني ايه بقى اوروتيك اسيد مالكش دعوه بيه حد بنشوفه تاني؟ طب الاوروتيك اسيد بيزيد في الدم، قلنا ماشي، وبالتالي بينزل في اليورين، ماشي، انما سي اس اف احنا اول مره ناخد حاجه بتزيد في السي اس اف، اشمعنى سي اس اف المره دي؟ لان كل المواد اللي فاتت الثمينه، كل المواد اللي فاتت ما كانتش بتزيد، ما كانتش بتعدي البلاد برين بارير. اول مره يكون عندي ماده صغيره بتعرف تعدي البلاد برين بارير، عشان كده قلت ان هي بتزيد في السي اس اف. بصوا اي ماده نقول فيها ان هي بتزيد في الامراض بتاعت اليوريا سايكل ديزيز ولا بتزيد في السي اس اف ماشي. ليه؟ ما كده كده الامونيا بتعدي البلاد برين بارير. خلاص؟ يبقى يا جماعه بصوا لي كده، هو تايب 2 هو اكتر مشكله، بس اسمعني فيه. اول حاجه ده الموست كومن، ما تنساش الجمله دي، الموست كومن. تاني كلمه بتقول اعراضه ايه؟ الاعراض عاديه، بس ما تنساش الاثنين دول.
هيباتيك انكيفالوباسي وحاجه اسمها الاوروتيك اسيد بيزيد في البلاد واليورين والسي اس اف. الباين اللي بعد كده يا جماعه كله بقى كلام فاضي. كله كلام فاضي ايه؟ اللي باقي هو تايب 3 اسمه ايه؟ تايب 3 اهو يا جماعه بجيب ماده اسمها السيترولين عن طريق انزيم اسمه الارجينين ساكسينيت سنتيتيز ويديني ماده اسمها الارجينين ساكسينيت. مين اللي باظ الانزيم ده؟ مين اللي هيزيد في الدم المركب ده؟ فسميت المرض سيترولينيميا. يعني دكتور سيترولينيميا يعني زادت السيترولين في الدم. ايه الكوز؟ كوز ريفكتد انزيم اسمه الارجينين ساكسينيت سنتيتيز انزيم. ده الكوز. كلينيكال بيكتشر دكتور كلينيكال بيكتشر الاسكيما بتقول رقم واحد زادت الامونيا في الدم، رقم اثنين انتوكسيكيشن، رقم ثلاثة ليثارجي، رقم أربعة اسم المرض، والمرض اسمه إيه؟ اسمه سيترولين، يزيد السيترولين، طب فين يا دكتور؟ قال لي بيزيد في الدم، بيزيد في اليورين، ولو حبيتك تبسي اس اف برضه صح. خلاص؟ إحنا قلنا المرض رقم اثنين ده كان الموست إيه؟ موست كومن. بص المرض رقم ثلاثة، أنا كده يا جماعة خلصت المرض رقم ثلاثة، بس في معلومة كمان بتقول ودي ليك أنت أعرفها ليك. بيقول إن السيترولينيميا ده المرض ده يا جماعة منه نوعين. تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيظهر في الاطفال الصغيرين، يعني اكترس بتاعت الاطفال الانزيم مش موجود يبدا يحصل عنده المشكله دي. حاجه اسمها السيترولينيميا او الهايبر سيترولينيميا. تايب 2 لا الطفل الصغير اتولد والانزيم عنده طبيعي مفيش اي مشكله، بعد ما كبر ووصل لمرحله اسمها الادلت هود ساعتها بدا يظهر عليه الاعراض. عشان كده يا جماعه بيقول المرض له تو اونست. يعني ايه تو اونست؟ اونست يعني بدايه. اونست يعني بدا اول ما ظهر. يا اما يظهر في التشايلد هود يا اما يظهر في الادلت هود. فدول كده بدايتين مختلفتين عن بعض، يا اما في طفل صغير يا اما في راجل كبير. تايب 1 وتايب 2. اذا كان ده الموست كومن، اذا كان ده الموست كومن فده الموست فيتال. ده اخطر واحد فيهم. ده الموست فيتال، لكن ده الموست كومن. موست فيتال وموست كومن. طيب. تايب 3 يا جماعه هيبقى اسمه تايب 4. قال لي المعادله اللي بعد كده هتقول ايه؟ بنجيب ماده اسمها الارجينو ساكسينيك اسيد اهو ساكسينيك. بينزيم اسمه الارجينين ساكسينيز يخرج لي ايه وايه؟ فيوماريت ويكون ماده اسمها ارجينين. تايب 4 اسمه ايه؟ اسمع كده الاسم. هو مين اللي باظ؟ الارجينين ساكسينيز انزايم. لما ده باظ مين اللي هيزيد في الدم المركب ده؟ هو اسمه ايه؟ ارجينينو ساكسينيك اسيد. بص المرض بس مش كده. ما هو اسيد ايه؟ ما هو كده ما زادش. بقول يا جماعه المرض اسمه الارجينينو ساكسينيك اسيدوريا. يعني ايه كلمه اسيدوريا؟ انا لما قلت كلمه اسيدوريا انت فهمت ايه؟ فهمت لما الانزيم ده باظ فالماده دي زادت في الدم. عشان خاطر هي اسيد يعني بيدوب في الميه فنزلت في اليورين. فسميت المرض ارجينينو ساكسينيك اسيدوريا. ارجينينو ساكسينيك اسيدوريا. الكلام هنا سهل. ليه؟ لان بص الكوز هو عباره عن ديفكت في الانزيم اللي بيكسر الارجينو ساكسينيك اسيد اللي كان اسمه ايه؟ ارجينينو ساكسينيز انزايم. ارجينينو ساكسينيز انزايم. كلينيكال بيكتشر رقم واحد زياده الامونيا، رقم اثنين انتوكسيكيشن، رقم ثلاثه ليثرجي، رقم اربعه اسم المرض هو اسمه ايه؟ اسمه ارجينينو ساكسينيك اسيدوريا. هقول له في عندي زياده في الارجينينو ساكسينيك اسيد في الدم واليورين. فهو نزل في اليورين لما كان زايد في الدم. اخر مرض بقى خالص لما باخد الارجينين واكسره بنزيم اسمه الارجينيز انزيم اهو ادي الارجينين ده رقم اربعه، وصل رقم خمسه. اسمع كده اسم المرض ايه؟ بيقول لي خدت الارجينين كسرته بنزيم اسمه الارجينيز او الارجينيز انزيم وكونت ماده اسمها اليوريا ورجعت ماده ثانيه اسمها الهرمونسين. بيقول لي هنا بقى ايه اللي هيزيد؟ هيقول المرض اسمه هايبر ارجينيميا. يعني هايبر ارجينيميا؟ ما هو الانزيم ده مش موجود فبالتالي ده هيزيد في الدم. ايه اعراض المرض ده؟ رقم واحد زياده الامونيا، رقم اثنين انتوكسيكيشن، رقم ثلاثه ليثارجي، اربعه اسم المرض اسمه هايبر ارجينيميا زياده الارجينين في الدم وفي اليورين والسي اس اف لو عايز تكتب كمان. خلاص؟ يا جماعه كله كل الامراض بتاعت الهيرو سايكل ديزيز هي عباره عن تعرف اسم المرض ايه؟ الكوز بترتيب الانزيمات بتاعت الميلا سايكل اللي هم خمس حاجات كلينيكال بيكتشر كلهم فيهم ثلاث كلمات والرابعه ده اسم المرض بتاعك ما عدا تايب 2. تايب 2 اهم حاجه الكلمتين اللي احنا قلناهم هيباتيك انكيفالوباسي وزياده الاسيد اسمه الاوروتيك اسيد في الدم بيجي لك في الام سي كيو اوروتيك عشان يلخبط سيادتك بيقول لك ايه؟ بيقول لك تايب 2 هايبر امونيميا از اسوشيتد وذ
الاختيارات زياده في اسيد اسمه الاوروتيك اسيد في الدم، زياده في اسيد اسمه اليوروكانيك اسيد في الدم، على سن الاوروتيك واليوروكانيك قريبين من بعض وكلمتين ما شفناهمش قبل كده، فعشان كده كلمتين غريبه عليا. اليوروكانيك اسيد ده كان فين؟ لما كنت بكسر الهيستيدين بالهيستيديز صح؟ الهيستيدين بالهيستيسيز. تقريبا في ثلاث ارباع الناس اللي عندهم تاني كله علامات استفهام على وشوشهم، علامات بيقول بيتكلم في جديد في ايه؟ بصوا يا جماعه اللي لسه ما حسش ان في مصيبه، اللي لسه ما حسش ان في مشكله كبيره، النهارده 18/3 17/18 امتحان 27/4 27/4 فاضل شهر شهر وكام يوم؟ دلوقتي في سؤال بيقول خلاص، في سؤال بيقول دلوقتي لو عيان يا جماعه، الجماعه اللي بيتكلموا على بعض دول، دلوقتي لو في عيان، لو في عيان عنده زياده في ماده اسمها الامونيا او زياده في حاجه اسمها اليوريا في الدم او في اللوريا، خلينا نتكلم عن الدم دلوقتي. لما اقول لك ان في يوريا زايده في الدم تفهم انت ايه؟ تفهم ان اليوريا زادت في الدم عشان خاطر الليفر شغال اكتر من اللازم، ولا تفهم ان اليوريا زايد عشان خاطر الليفر لما صنع يوريا الكيدني كانت بايظه ما عرفتش تطلع اليوريا دي في اليورين، ولا تفهم ان الراجل ده كان بياكل بروتين كتير فالبروتين الكتير بيطلع يوريا كتير؟ طب ما يمكن التاني صح، ما يمكن العيان ده اصلا كان بياكل بروتين كتير فلما كان بروتين كتير كون يوريا كتير، ما يمكن الليفر نفسه هو اللي كان شغال اكتر من اللازم هايبر اكتف، ما يمكن الكيدني كان المفروض بيجي لها يوريا تنزلها في اليوريا بس هي مش شغاله، لما جت لها اليوريا ما نزلتهاش في اليوريا وساعتها اليوريا زادت في الدم. ليه بقول الكلمتين دول؟ بقول الكلمتين دول عشان خاطر لما تعمل عيان، لما يجي لك عيان وتعمله تحليل في الدم وتحليل في البول وتلاقي عنده كميه اليوريا زايده في الدم، ما تقولش انت عندك هنا فيلر وما تقولوش انت عندك ليفر فيلر، لا هو انت عندك مشكله بس انا مش عارف احددها، ممكن تكون مشكلتك في الليفر او في الكدني، ممكن يكون اصلا انت واكل بروتين كتير. ثلاث حاجات دول، بص على الثلاثه واخيرا قرر هو ده ليفر فيلير ولا ليفر فيلير ولا هو بس كان بروتين كتير. الثلاث حاجات دول هما اللي افكت، هما الفاكتورز افكتنج كميه اليوريا اللي موجوده في الدم. طيب الكلمه اللي بعد كده بتقول عايزين نملى الجدول ده كده يا جماعه، ايه الاسباب اللي تؤدي الى زياده اليوريا في الدم وايه الاسباب اللي تقلل اليوريا في الدم؟ في الدم مش في اليوريا. رقم واحد طبعا ده طبيعي، هقول هنا زياده البروتين انتيك ونقص البروتين انتيك، اكيد زياده الانتيك البروتين وطبعا هي نقص البروتين انتيك. ليفر فين؟ لو الليفر باظ يزود اليوريا في الدم ولا يقللها في الدم؟ ليفر باظ يقلل ولا يزود؟ ليفر بيعمل ايه؟ امونيا اليوريا، مفيش ليفر الموجود امونيا لكن مفيش يوريا يبقى هنا الليفر ديزيز. نقص هنا الليفر ديزيز. الرينال فيلير لو الكدني باظت تزيد ولا تقل؟ الكدني كانت بتعمل ايه؟ بتاخد اليوريا اللي جت من الليفر ترميها في اليوريا، الكدني باظت مش عارف ارميها في اليوريا تزيد في الدم. هنا كده رينال فيلير، خليك فاكر الكلمتين دول ليكوا في الام سي كيو. رينال فيلير يزود ايه في الدم؟ خلي بالك من حاجه بقى، خلي بالك من حاجه في الليفر ديزيز اخبار اليوريا في الدم ايه؟ قليله، اخبار الامونيا زايد. خلي بالك بقى من نفس ده. طيب السؤال بيقول لو جالي عيان عنده هايبر امونيميا، يعني عنده زياده في الامونيا في الدم، ايه اعراض الامونيا انتوكسيكيشن؟ يعني يا دكتور انت قلت لي في كل اليو سي دي في كل يوريا سايكل ديزيز دايما بتقول رقم واحد زياده الامونيا، ولما تزيد بتعمل لي حاجه اسمها انتوكسيكيشن. اعراض الانتوكسيكيشن ايه؟ يا ريت الناس ما تتخبطش، المرض كان اسمه سترولينيميا، اعراضه ايه؟ 1 2 3 ورقم 4 زياده في السترولين في الدم وغير مش عارف ايه. اعراض الانتوكسيكيشن اللي هو موجود فيهم كلهم ايه؟ قال لي بص اربع حاجات ما تنساش فيهم كلمه، ما ينفعش تنسى فيهم كلمه. قال لي رقم واحد
blurring في الفيجن او blurred vision. يعني ايه كلمه blurring في الفيجن؟ blurring يعني سهلة مش شايف الحاجه كويس. blurring في الفيجن لازم تكون عارف عن الكلمه دي، خدت سبيشال سنس ولا لسه؟ blurred vision يعني زغلله في عينيه. بيكون عنده slurred speech. يعني كده slurred speech بيتحت في كلام، بيتحت في كلام مش عارف يقول جمله على بعضها. رقم ثلاثة قال لي عنده vomit. رقم خمسة أربعة ودي أهم كلمة ودي خدتوها قبل كده، حاجة اسمها فلابي أو اسمها فلابينج تريمورز. يعني إيه يا جماعة فلابينج تريمورز؟ يعني إيه فلابي تريمورز؟ فلابي يعني رعاش، يعني إيه برضه رعاش؟ يعني إيه بتنعش؟ أعرف إزاي؟ أولاً قبل ما تعرف فلابي تريمورز ده بيحصل إمتى؟ بيحصل في أي أورجان فيلير، في أي أورجان فيلير. يعني ليفر فيلير يعمل لي ده، رينال فيلير يعمل لي ده. مينا؟ قطع الغوط ده. اي مرض اسمه فيلير بيحصل فيه فلابي تريمورز. طب ازاي اعرف الفلابي تريمورز؟ انا بقول للعيان يا جماعه افرد لي ايديك اكستنشن. اهم حاجه في الاكستنشن مش ده، الريست. اعمل لي ريست اكستنشن. ازاي ريست اكستنشن؟ كده كده فليكشن، يعمل لي اكستنشن في الريست. وبعدين عمل هو كده اكستنشن، انت بايدك بتزق على ايده كده كانك بتعمل مور اكستنشن، هايبر اكستنشن. لما بتعمل كده بتلاقي هو ايده بدات تتحرك كده لمده معينه على حسب بقى السيفيريتي بتاعت المرض. ممكن تلاقي الايدين بيعملوا نفس الحركه، الاثنين سيمتريكال زي بعض، ممكن تلاقي واحده واحده عكس بعض. المهم ان في الاخر ايديها تبدا تنعش قدامك. ده معنى كلمه فلابي تريمورز. فلابي تريمورز دي حاجه وحشه، حاجه خطيره، معناها رينال فيلير، معناها ايه؟ معناها اورجان باص. ماشي؟ الاربع كلمات دول ما تنساش منهم كلمه. blurring في الفيجن، slurred speech، vomiting، ومع الفوميتنج حاجه اسمها فلابي تريمورز. فلابي تريمورز. السؤال بقى هنا، السؤال هنا لو خدت بالك من التست هو ايه اللي باص تاني؟ ايه اللي باص؟ اللي باص دكتور السبيتش، السبيتش يعني في مشكله هنا. اللي باص الفيجن يعني في مشكله في السنتر. اللي باص ان حصل فومتي عشان السنتر بتاع الفومتي. اللي باص فلابي تريمورز ليه؟ برضه ربط السينس. يعني من الاخر المشكله عندي في البرين، حصل مشكله في البرين. هنا بقى السؤال بيقول ايه الميكانيزم اوف انتوكسيكيشن؟ ايه اللي عمل لي انتوكسيكيشن؟ ايه اللي خلى اليوريا او اللي خلى الامونيا تزيد توصل البرين تعمل لي انفلاميشن؟ ايه اللي خلى كلمه اسمها ليثرجي تحصل؟ يعني ايه ليثرجي؟ لان يعني مفيش طاقه في البرين. قال لي بص اللي خلى المشكله دي تحصل ان انا ما عنديش طاقه. ما عندكش طاقه يعني ما عنديش اي تي بي. ما عنديش اي تي بي يبقى ما عنديش كريبس. مفيش كريبس، ايه ده بتاع الكريبس في اليوريا سايكل؟ هنا بقى سؤال بيقول ايه هو الكونكشن، ايه هو اللينك بين يوريا سايكل اند كريبس سايكل؟ السؤال ده مهم. مهم ليه؟ لان اخر السنه لازم يجي لك سؤال يربط بين شابترين او بين ثلاث شابات اللي هم الكربوهيدرات والليبيد والبروتين. لازم سؤال يجي كده يقول لك حاجه في البروتين وعايز اوصل بيها للكربوهيدرات، حاجه في الليبيد ويخرج لنا الكربوهيدرات البروتين. لازم سؤال يربط حاجه بحاجه. السؤال ده لو جالي يقول لك ايه هو اللينك بين الكريبس سايكل واليوريا سايكل؟ السؤال ده ثلاث جمل. اجابته ثلاث جمل بس مش هدي الاجابه. ليه؟ هو لو جالك السؤال ده مش هيجي لك سؤال بثلاث درجات، هيجي لك سؤال ب 12 درجه، 10 درجات، يعني عايز ايه؟ السؤال بيقول لينك بين اليوريا سايكل والكريبس سايكل، يعني يا دكتور ارسم لي الكريبس، ارسم لي اليوريا سايكل، وبعد كده اكتب الثلاث جمل تحتيه. ما هو ده السؤال اللي اسمه اللينك. ده ازاي بتربط الكربوهيدرات بالبروتين؟ تعالى كده الاول نرسم اليوريا سايكل تاني بسرعه كده. ان اتش 3 زائد سي او 2 كونت ماده اسمها الكربامويل فوسفيت اللي جالها حاجه اسمها الاورنيسين دخل على ده وطلع لي فوسفيتا وكون ماده اسمها سيترولين. السيترولين بتدخل له اسبارت بتطلع ميه وكون حاجه اسمها الارجينينو ساكسينين. الارجينو ساكسينين بكسره فيخرج لي ماده اسمها الفيوماريت وكون حاجه اسمها الارجينين. الارجينين يتكسر فيديني اورنيسين ويطلع لي مين؟ اليوريا. ادي اليوريا سايكل. الكريبس نفتكر كده كان بدايتها ايه؟ سيتايل كوهين زائد انتوسيانو اسيتين يتحدوا يدوني السيتريك اسيد. السيتريك يديني اخوه ايزوسيترين يتكسر ويديني كيتو جلوتارين. يتكسر ويديني ساكسينايل كوهين يديني ساكسينيك
الشخصين الاثنين في مريض في مريض الدين المريض ومريض الدين وكسر الاسيتيزم. هذه كريبس وهذه اللي راسها الكلمه. ايه العلاقه ما اول كلمه اول كلمه هو دكتور انت لما كسرت الاسيتيل كوي كان ايه الناتج بتاعك؟ كان ايه الديفينيشن اوف كريبس؟ قال لي هو عباره عن كومبليت اوكسيديشن اوف الاسيتيل كوي انتو بيديني سي او 2 وبيديني طاقه وان مفيش ميه لان الميه كانت داخله ما كانش في ميه خارجه. طب يا دكتور ايه برضو الفكره؟ كان التفاعل ده يا جماعه كده بيطلع لي سي او 2 والتفاعل ده كده برضو بيطلع لي سي او 2. شايف دول؟ شايف دول؟ هم دول. هو الكريبس كانت بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا يوريا سايكل. اول خطوتين في الميتوكوندريا. سوري عايز اقول لك ان مجموعه ال NH3 دي كانت جايه من انزيم اسمه ال جلوتاميت ديهيدروجينيز. كان الاول ترانس امينيشن امين اسيد بعد كده اكسيد الدي امينيشن جلوتاميك اسيد. دي ال NH3. السي او 2 كانت بتيجي من الكريبس بدليل ان دي في الميتوكوندريا ودي في الميتوكوندريا. طلعت سي او 2 من الكريبس اديها ال NH3 للامونيا وتخلص منها وكون حاجه اسمها الكربونيل فوسفيت. وده اول لينك. اللينك الاولاني ان مصدر السي او 2 هو الكريبس سايكل. الكريبس كده ادتني ولا خدت مني؟ كده ادتني. ده اول حاجه. تاني حاجه قال لي بص ايه ده؟ اسبارتيك اسيد. قال لي الاسبارتيك ده هجيبه من الكريبس. هجيبه من الكريبس وبدخل في الاسبارتيك. ما فيش اسبارتيك. قال لي تعالى كده الاول نبص على رمز الاسبارتيك اسيد. ادي رمز الاسبارتيك اسيد سي او اتش جروب سي اتش ماسكه في ان اتش 2 وسي اتش 2 وسي او اتش جروب. عباره عن مركب فيه مجموعتين سي اتش جروب ومركب وفي مكربوتين مجموعه امين وسميته اسبارتيك اسيد. بص لي كده ايه ده؟ اوكسالو اسيتين. رمزه ايه اوكسالو اسيتين؟ اهو سي او اتش سي دبل بوند او سي اتش 2 سي او اتش جروب. ركز معايا كده هو الكربون دي اسمها ايه؟ دي الفا. مش ده كده الفا امينو؟ بص على ده كده ده ايه؟ ده الفا كيتو. الفا امينو والفا كيتو. الفا امينو والفا كيتو. ممكن اعمل ترانس امينيشن واجيب مركب اسمه جلوتاميك اسيد. دكتور جلوتاميك اسيد انا كنت بجيب الفا كيتو جلوتاميك في الترانس امينيشن. تفاعل الترانس امينيشن يا جماعه مش عايز امسح دي. كنت بجيب ايه؟ بجيب اي امينو اسيد ومركب اسمه الفا كيتو جلوتاميك. تفاعل كان كده في وجود ترانس امينيز والبي ال بي على السر. الالفا امينو يتحول لالفا كيتو والالفا كيتو جلوتاميك يديني ايه؟ جلوتاميك. عملت ايه؟ عملت ايه؟ خدت الامين من هنا حطيتها على الجلوتاميك وكونت جلوتاميك وده طلع لي الفا كيتو جلوتاميك. طب هنا انا هعمل عكس. يعني ايه هعمل عكس؟ انا عندي تفاعل كده هيمشي كده. يعني عندي الفا كيتو الفا كيتو وعايز ارجعه الفا امينو. انا عايز عكس التفاعل. التفاعل ده كان ريفرسبل. ايوه كان ريفرسبل. يعني يا دكتور بص كده هعمل ايه؟ هدخل ماده اسمها جلوتاميك اسيد. الجلوتاميك ده امينو ولا كيتو؟ جلوتاميك ام ام ده عباره عن امينو وده كيتو يتحدوا مع بعض. اخد الامين اديها لده واكون امينو اسيد اسمه الاسبارتيك. وجلوتاميك يكون في صوره ايه؟ الفا كيتو جلوتاميك. السورس تاني. السورس بتاع الاسبارتيك اسيد هو مين؟ هو الكريبس. ازاي؟ جيت على الكريبس خدت اوكسالو اسيتين. خدت الاوكسالو اسيتين بالترانس امينيشن واديتها مجموعه الامين وكونت مركب اسمه الاسبارتيك. على فكره احنا خدنا بنزين مثلا اللي فاتت. كان اسمه يا جماعه اسبارتيت ترانس امينيز الاي اس تي اللي هو كان اسمه الثاني سجوت. سجوت يعني ايه كلمه جوت؟ جوت يعني جلوتاميت والاو يعني اوكسالو اسيتين والتي يعني ترانس امينيز. فالاي اس تي هو نفسه الجوت هو الاسبارتيت ترانس امينيز. كونت الاسبارتيت هو نفسه الجوت جلوتاميت اوكسالو اسيتين ترانس امينيز والتفاعل ده ريفرسبل وبيحتاج بيه اللي بيحصل بيحصل في الميتوكوندريا ولا السيتوبلازم؟ الاثنين ترانس امينيشن حصل في السيتوبلازم وفي الميتوكوندريا. التفاعل الثاني بتاع الجلوتاميت هو اللي كان بيحصل في الميتوكوندريا بس. ماشي كده؟ وده رقم اثنين. ده رقم اثنين في اللينك. رقم ثلاثه في اللينك ودي اخر حاجه. بس الاول كده يا جماعه الكريبس ادتني ولا خدت مني؟ برضه الكريبس ادتني ايه المره دي؟ وبزار اسيتين. خدته عملت له ترانس امينيشن بنزيم اسمه الاسبارتيت ترانس امينيز وكونت ماده اسمها الاسبارتيت. طيب الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة بتقول الدهب. إيه ده؟ ده فيوماليت.
لما جيت خدت الارجين وسكسينيت وكسرته قام اداني حاجه اسمها الارجين وماده اسمها الفيوماليت. الفيوماليت ده عامل فيه ايه؟ الفيوماليت خلو الكريبس. الفيوماليت ده في السيتوبلازم ولا مايتوكوندريا؟ الفيوماليت دلوقتي في السيتوبلازم. قال لي خلاص خد الفيوماليت دخله المايتوكوندريا وخليه يدخل الكريبس. جه الفيوماليت يدخل ما عرفش يدخل. قال لي خلاص هو الفيوماليت كنت بعمل ايه في الكريبس؟ كنت باخد الفيوماليت بنزين اسمه الفيوماليز وكمان حاجه اسمها ماليت. قال لي خد الفيوماليت حوله الماليت. الماليت يدخل ايوه طبعا الماليت كان في شاطر اسمها الماليت اسبورتيك شاطر. هات الماليت بقى ودخله الميتوكوندريا. بص بقى ركز ليه اللي هيحصل لما الماليت يدخل الميتوكوندريا بيحصل له ايه؟ الماليت ماليت بيتحول هنا وبزال اسيتيت اسمه الانزيم ماليت دي هيدروجينيز. يعني ايه دي هيدروجينيز؟ دخلناه وخرج حاجه اسمها الناد H plus H. ده يديني كم ATP؟ 3 ATP. يديني كم؟ 3 ATP. هي الكريبس يا جماعة محتاج كم ATP؟ سوري اليوريا سايكل محتاج كم ATP؟ 4 ATP. بس ندخله في صورة كم ATP؟ 3. احتاجت 2 مرة هنا، واحد كسر للطاقة والتاني كسر للفوسفين، والتاني كان بيدخل في التفاعل ده التفاعل ده ويدخل ATP ويخرج AMP زي البايروفوسفين. عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول ان الماليت بيتكسر ويديني حاجه اسمها الاوكسالو اسيتيت والفاينل اتش بلس اتش بيديني 3 اي تي بي اللي هي اليوريا سايكل اصلا عكسها. انت اليوريا سايكل بتحتاج 4. ايوه بتحتاج 4. 4 هاي انرجي بوند بس بيدخلوا في صوره 3 اي تي بي. ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى كده يا جماعه اللينك ثلاث حاجات. الاولى السي او 2. السي او 2 كان مصدره الكريبس. الثانيه الاسبارتيك. الكريبس ده اسبارتيك كان اوكسالو اسيتيت ترانس اميشن جبت الاسبارتيك. الثالث قال لي اسمع كده هو الكريبس يا جماعه المره دي ابتدت ولا خدت مني؟ ابتدت وخدت. هي المره دي خدت وبعد كده ابتدت. يعني الاول خدت مني الفيوماليت في صوره ماليت وبعد كده خدت الماليت كسرته وطلعت طاقه وادت الطاقه بتاعتي. يعني الفيوماليت هو بتاع الطاقه كانها بتاعتي. ماشي؟ طب هنا بقول ايه ولا مش فاهمين؟ ده كده يا جماعه اسمه اليوريا سايكل او اليوريا وكريبس لينك. اللينك ما بين اليوريا والكريبس. لازم تكتب اليوريا ولازم تكتب الكريبس وبعد كده تتكلم عليه. انا هسال سؤال عشان اقدر اقول لك الميكانيزم بتاع الانتوكسيكيشن. يا دكتور هي الامونيا ايه مصيرها في الدم؟ بتتحول اليوريا في الليفر تنزل في اليوريا. فالدكتور هل في امونيا موجوده في اليورين؟ هل ان اتش 3 بتنزل في اليورين؟ لا ايه؟ لان هي ما بتمشيش في الدم. بدليل يا جماعه انت عارف بركات الامونيا ينفع تمشي في الدم؟ ما كنتش هحتاج ان اجيب الامينو اسيد واخد منه مجموعه الامين واديها للجلوتامك. كنت خلاص جبت الامينو اسيد ده كسرته وطلعت ان اتش 3 مشي في الدم راح لحد الليفر. انتوا عارفين احنا بنسمي الجلوتامك ده ايه؟ بنسمي الجلوتامك ده يا جماعه كلمه اسمها فيري. فيري عارف كلمه فيري يعني ايه؟ فيري يعني عباره. يعني ايه عباره؟ يعني ناقل. مجرد ده بياخد مجموعه الامين اللي موجوده في الامينو اسيد دول حطها على الفا كيتو جلوتاريك فكون الجلوتامك. الجلوتامك ده بقى هو اللي بيروح لحد الليفر يدي الليفر مجموعه الامين ياخدها او مجموعه الامونيا ياخدها ويعمل منها اليوريا سايكل. خدت بالك؟ الامونيا ما بتشيلش في الدم. فاكر لما كنا بنقول امينو اسيد بول؟ امينو اسيد بول كان بيقول لي هو كل الامينو اسيد اللي موجوده في الدم كان من كام لكام؟ من 4 ل 6. انت عارف 4 ل 6 دول بيقول لك نسبه 60 الى او من 40 الى 60% من 4 ل 6 دول عباره عن جلوتاميك اسيد وجلوتامين. ليه قال الكلمه دي؟ بس دكتور الجلوتاميك اسيد والجلوتامين هو عباره عن كان الفا كيتو اسيد واديته مجموعه الامين بتاعت بقيه الامينو اسيد. فاكرين لما كان بيقول لي ان الجلوتاميك اسيد هو عباره عن مجموعه الامين اللي انا خدتها من الامينو اسيد بس بطريقه اندايركت؟ الجمله اللي كانت بتقول يا جماعه المفروض انك بنقول اي امينو اسيد في الدنيا بيجي له مركب اسمه الالفا كيتو جلوتاريت في اول خط ترانس امينيشن بكون الالفا كيتو اسيد والالفا كيتو جلوتاريت يديني جلوتاميك. دلوقتي انا خربت مجموعه امونيا؟ لا امال هي فين؟ جوه الجلوتاميك ده العباره ده اللي بينقل الامونيا ده يمشي في الدم لحد ما يوصل للليفر. في الليفر بعمله ايه؟ بعمله حاجه اسمها اوكسيدتيف دي امينيشن بكسره
الى ماده اسمها الامونيا اهي، ويخرج لي الفا كيتو جلوتاميك. يبقى انا كانت وظيفتي كجلوتاميك ايه؟ وظيفتي كجلوتاميك اشيل مجموعه الامين لحد ما اوصل بيها للنبات. اشمعنى دي ما بتمشيش في الدم؟ بتجي على كده؟ فيها مشكله دي؟ طب ده معناه يا دكتور ان ما فيش امونيا ماشيه في الدم، اكيد الامونيا بالتالي مش هتوصل لحد كدني وبالتالي مش هتنزل في اليورين. قال لي اسمع الكلمه دي، قال لي بس اليورين فيه كميه من الامونيا، بلاقي امونيا موجوده في اليورين، ايه تفسيرك للكلام ده؟ قال لي تفسيري للكلام ده اهو، ركز كده في الكلمه اللي جايه دي. قال لي ايه دي؟ دكتور دي كدني، الكدني الحاجات اللي موجوده فيها بتنزل في اليورين. قال لي طب بص، هي كدني دي مش تشو زيها زي اي تشو تاني، ده مصل، ده ليفر، اي تشوز موجوده في جسمي بتعمل جواها امينو اسيد، لما بتتكسر بتديني الامونيا، الامونيا تنفع تمشي في الدم؟ لا، بشيلها على مين؟ على الجلوتامك، الجلوتامك ياخده يروح بيه فين؟ لحد الليفر اهو. طب لو انا في الليفر هعمل الخطوه دي؟ لا، ما انت في الليفر الامينو اسيد بتاعك تطلع لي امونيا ويدخل اليوريا سايكل على طول، مش محتاج اكون جلوتامك لاني اصلا انا جوه الليفر، يعني خلاص طلع الامونيا على اليوريا سايكل على طول. هنا بقى في الكدني بيقول لي مش في امينو اسيد موجوده في الكدني؟ قال لي اه، قال الامينو اسيد اللي موجوده في الكدني بتطلع امونيا دايركت. ليه دكتور بتطلع امونيا دايركت؟ هو يا جماعه طبيعي اللي كان بيطلع اليوريا، كان بيطلع اليوريا كان مين؟ كان الكدني. دلوقتي الكدني اللي هي الماستر بتاعك او المخرج بتاع جسمي هتطلع الامونيا بتاعتها في صوره جلوتاميك، والجلوتاميك ده يروح للليفر عشان اصنع يوريا، واليوريا ترجع تاني للكدني عشان تنزل في اليورين. لا ليه؟ ما انا خلاص اهو الامونيا اهي، وانا كده ماشيها في الدم، ما هي كده موجوده في الكدني، وقت ما تطلع نزلها في اليورين. ليه؟ مش محتاجه تمشي في الدم، هي كده في الكدني، مش هعمل لها ترانسبورت، مش محتاج حد، مش محتاج العباره بتاعتي. ليه؟ لان انا اصلا موجود جوه الكدني. قال لي خلاص الامينو اسيد الموجود في الكدني لما تكسره هيطلع امونيا، خد الامونيا ارميها في اليورين. يبقى كده هلاقي امونيا في اليورين. بس قال لي لما جيت بصيت على الامونيا اللي في اليورين وبصيت على الامونيا اللي كانت جايه من الكدني، لقيت ان 40% بس من الامونيا اللي موجوده في اليورين كانت جايه من الكدني. طب الباقي؟ قال لي جايه من بقيه التشوز. بقيه التشوز. طب ازاي بقى؟ ازاي؟ يعني يا جماعه انا خدت تحليل اليورين من العيان اهو، وبصيت على اليورين الموجود على الامونيا، لقيت انا عندي 100 من الامونيا. 40 منهم كانوا جايين من الكدني. طب ازاي جايين من مين؟ اكيد جايين من بره الكدني. طب ازاي جايين من بره الكدني اذا كانت الامونيا مش في الدم؟ قال لي شفت فكره العباره؟ شفت فكره الجلوتاميك اسيد والجلوتامين؟ يا جماعه بعد ما اكون الجلوتاميك اسيد، الجلوتاميك اسيد ده الجزء الكبير منه بيروح فين؟ للليفر عشان خاطر اليوريا سايكل. جزء صغير بيروح للكدني. الكدني يوصلها مركب اسمه الجلوتاميك، تقوم مكسرات ونطلعها منه الامونيا ورميها في اليوريا. الكلام ده عامل ازاي؟ يا جماعه اللي بيستغربوا على الناس بالذات انتوا السنه الثانيه، المعلومه لما بتكون صعبه بتلاقي ناس بتفصل بتقول مش عايزها، وده اللي فيه ده اللي انا مستغربه فيه. ازاي؟ يعني المعلومه مهما كانت صعبه وانت سمعتها اول مره ما هي صعبه، ما هو اي حد بيسمع اول مره بتكون صعبه، بتسمعها اثنين وثلاثه خلاص الموضوع بقى سهل، لا انت بتسمعها مره صعبه مش عايزها. طب انت عايز ايه؟ المنهج كله صعب، ما الكلام كله صعب، لازم تفهم، لازم تشكل دي، نكسر الشكل ده، هتشغلها ايه؟ مش عارف. المهم بصوا لي كده يا جماعه، بصوا لي ده تشو، قد يكون ليفر، قد يكون مصر، قد يكون برين. الناس يا جماعه بتتكلم تسكت. مصر، ليفر، برين، اي تشو موجود في جسمي بيطلع لي ماده اسمها الامونيا. ينفع الامونيا تمشي في الدم؟ لا بمسكها في ايه؟ قال لي بحطها على مركب اسمه الالفا كيتو جلوتاريت، اسمع بقى الكلمه دي المهمه. بحطها على ماده اسمها الالفا كيتو جلوتاريت، لما تحط الجلوتاريت مجموعه اسمها الامونيا هيكون لك ايه؟ جلوتاميك اسيد، جلوتاميك اسيد. دكتور لسه عندي امونيا كمان، لسه في امونيا زياده، ينفع احط الامونيا على الجلوتاميك ده؟ هو كان رمزه ايه الجلوتاميك؟ اهو سي اتش ماسكه في ان اتش 2 CH2 و CH2 و COH2. ينفع احط له كمان امونيا؟ قال لي اه ينفع. ازاي؟ شيل OH دي كده وحط مكانها ال NH2. كان اسمه ايه ده؟ جلوتامين. جلوتامين ده. بدخل له مجموعه NH3.
حلو كده. بسمي يا جماعه السيستم ده، بسمي السيستم ده هو عباره عن جلوتامين، جلوتامين سيستم. ايه جلوتامين سيستم ده؟ او جلوتاميك جلوتامين سيستم. ايه السيستم ده؟ قال لي بص، انا دلوقتي كتشو، اي تشو في جسمي بيعمل ايه؟ عشان خاطر الامونيا ما بتمشيش في الدم، هو بيطلع امونيا يديها لمركب اسمه الفا كيتو جلوتامين، بيترانس انيميشن طبعا، فيكون لي جلوتامين. لو لسه في كمان امونيا يديها للجلوتاميك ويكون جلوتامين. الجلوتامين ده عباره عن ايه؟ عباره عن العبار، سواء كان الجلوتاميك او الجلوتامين، هما الاثنين دول العبار. يمشوا في الدم، يروحوا فين؟ ده حاجه من الدم. فيروحوا للليفر وده الجزء الكبير، ده يروحوا ليه؟ الكدني وده جزء صغير. لما اوصل للكدني او اوصل للليفر بعمل ايه في الجلوتامين؟ بكسر، فطلع منه مجموعه اسمها الامونيا. لو انا في الليفر دي تروح فين؟ يوريا سايكل. اكون جلوتاميك اكسره وطلع منه امونيا، تخش اليوريا سايكل واكون مركب اسمه الفا كيتو جلوتامين. خلاص؟ لو انا بقى وصلت للكدني، لو وصلت للكدني هعمل ايه؟ هاخد الجلوتامين اكسره اطلع منه امونيا اوديها فين؟ كدني، تنزل في اليوريا. هنا نفس الكلام، هاخد الجلوتاميك اكسره واطلع منه امونيا، تروح فين؟ تنزل في اليوريا. خلاص كده؟ دكتور طب ايه لازمه اليوريا سايكل؟ ما كل الامونيا تروح. هو الليفر ده مين؟ ده اكتر مكان بيعمل كده. يعني الطبيعي، الطبيعي الصح هو الليفر اللي بيعمل 90%. رقم صغير قوي هو اللي بيروح للكدني. رقم صغير قوي. ماشي؟ هنا بقى السؤال. هنا بقى السؤال. طب يعني كده يا دكتور، يعني كده لو قلت لك ان في 40% من امونيا و60% ده كده كان جاي من الكدني وده كده كان جاي من اكسترا رينال. يعني اكسترا رينال اي تشو غير الكدني. نعرف نفسر الكلمتين دول بقى؟ نعرف نفسرهم؟ نفسرهم هنا الاول. الكدني، هل الكدني اهي جواها امينو اسيد، وانت بتكسر بتديني امونيا، ما بتروحش الليفر، بتنزل على طول على اليوم. دول 40%. طب ال 60% اللي فاضلين من الامونيا؟ قال ال 60 دول اي تشو تاني لما بيكسر المركب بتاعه اللي هو الامينو اسيد بيديني امونيا. الامونيا احطها على الالفا كيتو جلوتاميك واكون جلوتاميك، والجلوتاميك يديني جلوتامين. الجلوتامين ده قدامه طريقين اثنين، يا اما الليفر وده احنا عارفين هيعمل فيه ايه، يا اما الكدني. الكدني بقى لما بيوصل لها جلوتامين بتكسره وتطلع امونيا، الامونيا دي بتنزل دايركت على اليوريا. طب دكتور ده السورس بتاعها ايه وده السورس بتاعها ايه؟ دول كانوا جايين من الكدني؟ لا، دول جايين من اكسترا رينال تيشو، من اي تيشو غير الكدني. دول بيمثلوا 60%، لكن ال 40% دول كانوا جايين من الكدني نفسها. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الامينو اسيد اللي موجوده في الكدني دايما نهايتها يوريا، عمرها ما هتعمل يوريا سايكل. فاهمين؟ الحمد لله. هنا بقى السؤال، هنا السؤال بيقول ازاي بقى حصل انتوكسيكيشن؟ يعني ايه بقى الميكانيزم بتاع الانتوكسيكيشن؟ كله معايا بقى وركز كده. ازاي البرين وقف؟ ازاي حصل كوما؟ ازاي حصل انكفالوبس؟ يعني ما عادش في كهرباء في البرين، ما عادش في طاقه في البرين. قال لي ما عادش في طاقه في البرين لان ما عنديش اي تي بي، وما عنديش اي تي بي عشان الكريبس بتاع البرين وقف. طب ايه اللي وقف الكريبس بتاع البرين؟ قال لي وانت ايه مشكلتك؟ قال لي مشكلتي لما الامونيا زادت. لما الامونيا زادت كان عندي ان اتش 3 زياده في الدم. بص لي بقى ال ان اتش 3 لما زاد في الدم اهي، انا ان اتش 3 ما بتعرفش تمشي في الدم، محلها تمشي في مين؟ الفا كيتو جلوتاريك. في مين؟ الفا كيتو جلوتاريك. قال لي لما امسكها في الفا كيتو جلوتاريك هكون الجلوتاميك. هو جماعه الجلوتاميك ده هو النهايه؟ لا، ده قال ايه؟ هرجع اديله كمان امونيا، ما هي كده كده زي ده في الدم وتمشي مع الجلوتاميك، هو كون الجلوتاميك. يعني يا دكتور اخبار الفا كيتو جلوتاريك ايه؟ هزيد ولا هيقل؟ اخبار الجلوتاميك هيقل، اخبار الجلوتامين هيزيد. هو يا جماعه دي المشكله. عارف المشكله فين بقى؟ بيقول يا دكتور ما هو الكريبس اتعامل ازاي الكريبس؟ اسيتال كوي واوكسيلو اسيتيت اديني السيتريك ايزو سيتريت اديني الفا كيتو جلوتاريك واكمل بقيه الكريبس. طبعا في الاخر هنا يا جماعه في اوكسيلو اسيتيت عشان عايز ابقى اوكسيلو اسيتيت. بيقول لي ادي الكريبس بتاعتنا اهي. كان المفروض الكريبس بتعمل ايه؟ اكمل الكريبس لحد الاخر خالص واطلع طاقه. دلوقتي لا، انا محتاج الالفا كيتو جلوتاريك. كل مره الكريبس هتشتغل هاجي عند النقطه دي اللي هي نقطه مين؟ الالفا كيتو جلوتاريك واسحبه من الكريبس عشان اديله ماده اسمها ان اتش 3 واكون الجلوتاميك والجلوتاميك يديني جلوتامين. يعني كل مره الكريبس هتقف فين؟ هتقف هنا كده. فانا اللي قلته انا محتاج الفا كيتو جلوتاريك، يعني عندي امونيا كتير
الاموليا بحطها في الفا كيتو بوتيريا. فكل مره الكريبس بتشتغل بتمشي لحد ما اوصل لهنا، هنا بتقف. انت عارف كده ايه اللي حصل؟ كده ما عادش عندي اوكسال واسيتيل كمان. عارفين ما عنديش اوكسال واسيتيل؟ هو دكتور كان المفروض الاوكسال واسيتيل بتدخل وتخرج. فدي السايكل، لا هي داخل. الخطوات بتاعتي وقفت فين؟ عند الفا كيتو بوتيريا. كده ما عنديش الفا كيتو، ما عنديش اوكسال واسيتيل، وقفت الكريبس. مفيش كريبس، مفيش اي تي بي، مفيش اي تي بي. يحصل عندي الحاجه اللي اسمها ليثارجي. يعني ليثارجي؟ يعني خمول البرين واقف. دخلت بعد كده في حاجه اسمها الكوما. في وريت هيتحمل مش انا بس امتى؟ امتى؟ لما تكون دي شغاله ودي شغاله. يكون الاثنين شغالين ده الطبيعي. لما دلوقتي دي هتقف. اسمعني كده، اسمعني. جماعة ليه حصل ليثارجي؟ ليه حصل كوما؟ ليه البرين واقف؟ عشان مفيش طاقة، مفيش اي تي بي، مفيش اي تي بي يا دكتور. قلنا اهو عشان خاطر الامونيا لما زادت كانت بتمسك في مركب اسمه الفا كيتو جلوتاين. كان عندي الجسم 100 اسمهم الفا كيتو جلوتاين، استهلكتهم كلهم. دلوقتي بدور على السورس تاني اسمه الفا كيتو جلوتاين. السورس اللي فاضل هو الكريبس. دايما الكريبس بتطلع الفا كيتو جلوتاين، كل ما تطلعه اسحبه من الكريبس وقع في الكريبس. عملت دخل مثلا في جسم 100 جلوكوز، ال 100 جلوكوز دول هيجيبوا اسيتال كوي، هيكونوا كريبس. كل ما تشتغل الكريبس اسحب منه الالفا كيتو، اسحب الالفا كيتو. كل مره بتسحب بتقف الكريبس، بتقف الكريبس لحد في الاخر خالص ما عنديش كريبس، ما عنديش اي تي بي. ما فيش اي تي بي، برين مش هيشتغل، هيدخل في حاجه اسمها كوم. خلاص كده؟ التفسير الثاني برضه في نفس المعادله يا جماعه، التفسير الثاني في نفس المعادله. التفسير الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو ايه ده؟ ده الجلوتاميك اسيد. دكتور الجلوتاميك اسيد ماله ومال الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ بيقول لي الجلوتاميك اسيد ده كان السنه اللي فاتت بيصنع لي ماده هرسمه هنا فوق تاني يا جماعه اهو، المركب اللي اسمه الجلوتاميك سي اتش ماسكه ان اتش 2. ركز قوي في الماده الجديده دي، سي اتش 2 سي اتش 2 وسي او او اتش 2. ده اسمه الجلوتاميك اسيد. جلوتاميك اسيد بيقول هعمل له حاجه اسمها دي كربوكسيليشن. يعني ايه دي كربوكسيليشن؟ هشيل سي او 2. طب دي كربوكسيليشن دكتور هشيلها من هنا ولا من هنا؟ قال لي اعمل حاجه اسمها الفا دي كربوكسيليشن. يعني اشيلها من الكربون مين؟ الفا. فين الكربون الفا؟ ادي الكربون الفا. شيل كده بقى السي او 2 اهي، شلنا السي او او دي كده بصوره سي او 2، والهيدروجينه دي هتمسك هنا. حد يسميه المركب اللي طلع ده كده؟ نبص عليه تاني. دلوقتي فين الكربون الفا؟ يعني ايه الفا؟ من غير ما تبص على الشكل، يعني ايه الفا؟ الكربونه اللي بعد السي او اتش جروب. فين الكربونه اللي بعد السي او اتش جروب؟ اهي، بقى دي اسمها الفا، ودي اسمها بيتا، ودي اسمها الجاما. المركب ده فيه كام كربون؟ فيه اربعه، يعني بيوتيريك اسيد، وفي مجموعه اسمها امين. فين؟ الكربونه جاما، فسميته الجاما. الجاما امينو بيوتيريك اسيد. فاكرين الجاما؟ جاما جاما امينو بيوتيريك اسيد. جبته ازاي؟ عن طريق الدي كربوكسيليشن. منين؟ من الجلوتاميك اسيد اللي هو ده. طب دلوقتي انا عندي جلوتاميك يا جماعه ولا جلوتاميك ولا ايه؟ جلوتاميك ولا ايه ولا ازاي؟ دكتور ما هو ده يعني بيتحول لده، ما كانش بتقف هنا، كان ده بيديني جلوتاميك، يعني الجلوتاميك ده كده بيقل، يعني مش هعرف اعمل حاجه اسمها الجاب. طب هي ايه الجاب دي يا جماعه؟ نيورو ترانسميتر. نيورو ترانسميتر ايه؟ نيورو ترانسميتر انهبيتور. يعني بتعمل انهبيشن في النيورو ترانسميتر. يعني لما هي تقل ايه اللي هيحصل؟ هيزيد نيورو ترانسميشن، هيعمل حاجه اسمها كونفرجنس. كونفرجنس كده مش عكس بعض الاثنين؟ كده مش عكس بعض الاثنين؟ لا مش عكس بعض. ليه؟ فاكر عين السكر؟ عين السكر يا جماعه لما كان بيقل عنده جلوكوز هايبوجلايسيميا كان بيدخل في كوما، بس كانت قبل الكوما كان ممكن يحصل له كونفرجن، ممكن يحصل له كونفرجن. ايه اللي حصل كونفرجن؟ بيقول لما عملت كونفرجن يعني في كونتراكشن في المصل. الهايبوجلايسيميا كان عندي 40 جلوكوز، لما عملت كونتراكشن وكونفالجن اخبار ال 40 ايه؟ كسروا استهلكتهم، ال 40 نزلوا لحد زيرو، برين يحصل له كوما. نفس الكلام هنا، انا دلوقتي عندي شويه اي تي بي، عندي 30 40 اي تي بي، لما عملت كونتراكشن في المصل استهلكتهم كلهم. ما عادش في اي تي بي، ما عادش في برين شغال. دكتور ايه سبب الديكربوكسيليشن؟ ايه سبب الديكربوكسيليشن؟ انا عايز اعمل ديكربوكسيليشن. هو انا المشكله اني وقفت عملت ديكربوكسيليشن، لما احب اكون ماده اسمها الجاما ودي حاجه حلوه. دي اللي بتمنع الكونفرجن. لما احب اكونها بعمل ديكربوكسيليشن. دلوقتي انا ما عنديش المركب ده، انا مش عارف اعمل ديكربوكسيليشن، مش عارف اكون ده، انا دخلني في كونفرجن. كونفرجن دخلني بعد كده في كوما. بيسرع حدوث الكوما، لانه بيستهلك كل الاي تي بي موجود في الجسم. طب ايه التريتمنت؟ ماشي. سيكشن ايه؟
ايه تريد عالج العيان ازاي؟ خلاص. وايه مشكله العيان تاني كده؟ مشكله العيان عنده زياده في حاجه اسمها ال ان اتش 3 شباب ورا. قال لي رقم واحد هو ال ان اتش 3 جت منين؟ جت من بروتين. قال لي البروتين انتهى. يعني ايه قال لي البروتين انتهى؟ يعني لو قلت لو كان هو بياكل 100 جرام من البروتين، لا قلله خليهم 25، خليهم 50. مش بس كده لو كان هو بياكل اللحمه دي على الغدا ما ياكلهاش على الغدا، امال قسمها له خليها سمول فريكوينت ميل. يعني ايه سمول فريكوينت ميل؟ لما كان بياكل لحمه مره واحده في اليوم خليها كلهم 3 مرات، بس هي نفس الحته، هو نفس ال 25 جرام دول قسمهم له على 3 4 مرات. دايما يا جماعه بتسمع الكلمه دي في عيان القلب. عيان القلب يقول لك ايه؟ لما يجي ياكل ما ياكلش 3 مرات في اليوم زي هنا، امال ياكل 6 ياكل 7 بس بصوره ميلز صغيره سمول ميل، بحيث ما يبقاش عنده لود على القلب. هنا نفس الكلام، هو هياكل بروتين كده لازم ياكل بروتين عشان خاطر الاسينشال امينو اسيد، بس بدل ما كانوا 100 خليهم 25، وال 25 دول قسمهم له على كذا ميل على كذا وجبه، بحيث يكون كل مره بياكل حته صغيره، بحيث ما يعملش لود على القلب. ده رقم واحد. قال لي ما تنساش تزود له حاجه اسمها الالفا كيتو اسيد في الاكل بتاعه. ليه بقى بيجيب الفا كيتو اسيد؟ عشان خاطر الفا كيتو اسيد كانوا بيمسكوا مع ال ان اتش 3 وكون حاجه اسمها جلوتامين وكون حاجه اسمها جلوتامين، فانا ما عنديش الفا كيتو، هو ده اللي كان عامل المشكله اصلا. لما خدت الامونيا حطيتها على الفا كيتو خلصت الالفا كيتو، فوقفت الكريبس، فلما وقفت الكريبس عمل المشكله بتاعت البروتين، فانا هدي له مع نقص الانتيك بتاع البروتين هزود له حاجه اسمها الفا كيتو اسيد في الاكل. رقم 2 بص هدي له ايه؟ ان اسيتايل جلوتامين. ده كان بيعمل كان بيشغل حاجه اسمها كربونيل اسيد في البروتين. يبقى انا بحاول اعمل ستيميليشن في اليوريا سايكل يمكن تشتغل وتخلص ساعتها منين؟ من ال ان اتش 3. قال لي رقم 4 توصيلي رقم 3. طب يا دكتور ما هو اصلا ما فيش جلوتامين اسيد. مش جلوتامين، انا عندي جلوتامين. قال لي ممكن يكون فيه جلوتامين. طب ما فيش، هتجي له رقم 3 ماده اسمها الكربامويل جلوتامين. ده انا هديهوله في صوره دواء. ايه الكربامويل جلوتامين دي يا جماعه؟ ده صوره تيبيكال من حاجه اسمها الان استايل جلوتامين. ده بيعمل نفس الوظيفه اللي بيعملها الكابتن، بس انا بديهوله عشان يعمل استيميشن برضه مين؟ اليوريا سايكل. وهما الاثنين دول نفس الوظيفه. كمان ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان اسيتال جلوتامين، ده اسمه كربامويل جلوتامين، واسمه هم نفس اسم الانزيم الكربامويل فوسيل سينثيتيز. رقم 4 بقى واخد حاجه، ده اللي بيجي في الام سي كيو. قال لي هديله مادتين. الماده الاولى اسمها صوديوم فينايل اسيتيت. السؤال ده مهم جدا يا جماعه. صوديوم فينايل اسيتيت، ايه الماده دي؟ الماده دي يا جماعه بتمسك مع الجلوتامين. مع مين؟ جلوتامين. ايه جلوتامين ده؟ الجلوتامين ده عباره عن الجلوتامين اللي كان فيه امونيا، وكان فيه 2 امونيا. انا بمسك معاه كاسم مركب اسمه صوديوم فينايل اسيتيت، واكون حاجه اسمها الفينايل اسيتو فينايل اسيتو جلوتامين. ايه فايده المركب الجديد ده؟ ده مور ووتر سوليوم، بزود السوليبيليتي بتاعته عشان يروح فين؟ ينزل في اليوريا. كده اتخلصت الامونيا من الامونيا. بصوا لي كده بكون ماده اسمها الفينايل اسيتو جلوتامين. دول كده بينزلوا فين؟ بينزلوا في اليوريا، بزود السوليبيليتي بتاعته عشان اتخلص منه بسرعه. طبعا يا جماعه علاج الهايبر امونيميا ده كلام نظري، الكلام اكثر من كده. بس قبل ما اخلص لسه في كلمه اخيره. بيقول لي بدي انتي بايوتيك. بدي سمعت الكلمه انتي بيوتيك؟ بدي انتي بيوتيك ايه؟ انتي بيوتيك دكتور ده هايبر امونيميا، ماله مال؟ ما هي انتي بيوتيك؟ انتي بيوتيك يعني بكتيريا، يدخل البكتيريا في الموضوع. بيقول اسمع كده، اهلي الاستمك بتاعتي عامله كده سمول انتستن، بيقول عندي هنا كده الليفر. انا هقول حاجتين. بيقول في عندي في الانتستن هنا حاجه اسمها الانتستان البكتيريا، صح كده؟ مش البكتيريا دي كانت حاجه بكتيريا رافعه اسمها فلورا كانت بتخدمني، بتعمل لي حاجات كتير. بص بقى بتعمل ايه؟ بيقول لي الانسان ده لما كان بروتين جزء من البروتين ده اشتغلت عليه الانتستان البكتيريا وطلعت ماده اسمها الامونيا. طب دي حاجه حلوه. حاجه حلوه ليه؟ ده انا موجود في الانتستن، يعني هروح فين في الاخر؟ هنا في العلق بستول. قال لي لا،
جزء كبير من الامونيا دي، الامونيا ده احصل له ابزوربشن في الدم، لا ده جزء كبير منه بيرجع للليفر عن طريق سايكل كان اسمها ايه؟ تيرو تيرو هيباتيك سايكل. بصوا بقى كده المعلومه كلها مع بعض. المشكله يا جماعه في حاجه اسمها الكومن بايل داكت، عشان نخلص كان الكومن بايل داكت. اليوريا سايكل بتحصل فين؟ في الليفر. يعني عندي هنا كده حاجه اسمها يوريا فلتر، زائد الليفر بيصنع حاجه اسمها البايل سولت والبايل اسيد. مظبوط؟ بيقول الليفر لما صنع اليوريا صنع البايل سولت والبايل اسيد، كان المفروض البايل اسيد بتنزل فين؟ على الانتستين. فجزء من اليوريا بينزل مع البايل سولت على الانتستين. دلوقتي ايه موجود في الانتستين؟ موجود في الانتستين البروتين اللي انا كاتبه من شويه، موجود في الانتستين واليوريا اللي انا صنعتها في الليفر. دول كده نزلوا على الانتستين. الانتستين البكتيريا لما لقيتهم خدت المركبين دول. تخيل بتعمل ايه في اليوريا؟ تخيل بتعمل ايه في اليوريا انا لسه دلوقتي كنت مكسرها. بيقول لي بياخد اليوريا دي وترجعها تاني اصلها اللي هي امونيا. واعمل ايه في الامونيا؟ ارجعها تاني مع البايل سولت الى الليفر بالانتيرو هيباتيك سايكل. كانت البايل سولت بتنزل تعمل وظيفه ترجع تاني للليفر. دلوقتي حصل ايه؟ خدت البايل اسيد والبايل سولت معاهم اليوريا نزلوا على الانتستين، كان المفروض ينزلوا في الاستول. لا، اللي حصل ان البكتيريا اللي موجوده في الانتستين خدت اليوريا وخدت البروتين كسرتهم وطلعت منهم امونيا. الامونيا رجعت تاني للليفر. طب ما الليفر بايظ، ده هو صنع لي شويه يوريا بالعافيه، تقوم ترجعهم لي تاني بصوره امونيا؟ لا، احنا كده بنعمل ايه؟ ما بنعملش حاجه، فدي خلاص العيان ده اديله انتي بيوتيك. انتي بيوتيك بنموت مين؟ بنموت البكتيريا بس، اللي احنا بنسميها الامونيا بروديوسنج بكتيريا، البكتيريا بتطلع امونيا. طب دكتور البكتيريا كويسه؟ البكتيريا فيها حاجات نافعه، ايوه هي كانت نافعه بس دلوقتي هي مضرية، يعني خلاص دي انتي بيوتيك موت البكتيريا. التريتمنت بتاع الهايبر امونيميا ما تنساش فيه كلمه. والله لا هل بكره ان شاء الله